هلا والله يا هلا. الأخ حامد إذا طالع يبين. حاليا احنا في الربع الخالي، وصلنا عقب سواقة دامت ساعات. من زمان انا ما جيت المكان، تقريبا من قطعت من التصوير سنتين. اخر مرة جيت كان عجيب. الحين رايح هايك خفيف، وايد خفيف. الكاميرا كل شيء اوكي زين. هايك وايد خفيف، نازل مطر بعدين الظاهر. الربع الخالي منطقة صحراوية تقع بين الإمارات والسعودية وعمان واليمن، تعتبر من أكبر الصحاري في العالم من ناحية كثافة الرمل. شادوز هالصوب والله ما شاء الله ما شاء الله، صدق وايد حلوة. نوراويكم بس انا الطرف الثاني بعد احلى. سبحان الله، هني المكان صدق غير. هلا رايكم الطرف الثاني. انا قررت اخذ البقعة وبصور فيها، يعني ما تشوفون الزاوية هاي الظاهرة شوي، وتشوف إذا تركب على ال 24mm full frame ولا ال 12mm 11mm، شوف الأوضاع كيف.